وانت بابا؟ انا راني جيت نحك في راسي فما الطالبه تشتري طاح. ايوه ايه، لكن ثم مش هذه بركه الحكايه. وجيت نحك في وذن طاح فما صانع تاع. ايش طالب انت؟ اعطوني مهله للتفكير. عندك 3 سنين مش يوقفوك تنجم تفكر فيهم في عقلك. تعيش بابا. وانت خويا عندك 10 قضايا، راك شبيك 10 قضايا قفت فيهم قبل. هذه يعني العاشر مرة. نو هذه التاسعة يا شكلة. كيفاش التاسعة؟ الدوسي تاع قدامي في 10 وراس بابا 9 مثم واحد طيحت له فمه مرتين. هذاك علاش قلت حسبوهم 9. بيس عليك تعجبني، راك تعجبني يا شكلة. وانت خويا ساكنه كامله قدامك، فانت لم تجمش تحل فمك تقولي فكولي شديني يا جماعه فكولي في نتاعي. قلت لك انت بتحل فمي على ما جمش نحل فمي. لكن ساكنه كامله وراك قلت حل فمي، قلت لكم فمي في برشا حاجات. لكن ساكنه وراك قلت لكم ناس وما لم جمش تقولي فكولي في ذهبي. الرجل جارب هارنا حالك البرسلي والخاتم وانت ساكت، وزدنا حالك قرنات وشركه وانت مسكت فمك ما تجمش تعيط في الشارع رويس البوفيه. ها ما قلت لك انا راني ما لازمش نحل فمي. علاه؟ كيفاش نحل فمي وفمي فيه هنا؟ تحب تزيد يقلحوا لي بالله؟ وانا زيد اسني معاه لداري وانت ساكت، وانا ساكت ايش كيفاش نتكلم؟ والسلعه في الكفر، انا هو كفر يعني في فمي غريبه ذي. وما تكلمت ما لازمش نتكلم. وزاد لقيت الباب تاع داري هبت ولادي قالوا لي يا بابا شكون هذا؟ ماني ساكت. وقال لهم راني عمكم. وانت ساكت ساكت كيفاش نتكلم والسلعه في فمي؟ تحبين عيالي بالكلاب وهبت تدبش الكل من الدار تلز والفريجدار وانا ساكت وعمل حاجات اخرين وانا نجمش نتكلم توا. لا استلع في فمي. عندك الفصل تبقى بيتين وسبتاش العنف مع سابقية ازمار ماست هذية تروازون وعند 5 متر في خديك تضرب الراجل. وانت يا ميمة بنتك شدوها في كرهبة. يا ريها كرهبة ولد خالتها. كاش ولد خالتها الراجل الماني تنظر باسي على الحيط. شنو ولد خالتها الماني؟ يا رو ما ولد خالتها ويمش وما خاطيه. عنده 6 شهور على المراودة في طريق العاب وسكوش اش لقاو فيه. لقاو فيه حاشا قدرك شوكولات كالشوكولاتة مكتوب في الدوسي سكينة. ما هو الدنيا ظلام عشاكلة أخويا راي دور السكينة بالحرام. تحلفش ما تحلفش لك أسر لك فوبك وخرج من قدابي بالحرام. المرة جاية بنتك على التشجيع متاعك يشدوها بتنك. لبادو جمع رشاشة لسه معوك رشاشة. رشاشة ماني طلقتها تلقى الأولى يعني المرأة الأولى فطلقت تلقى ثانية تلقى ثالثة تلقى الرابعة التاسعة العاشرة سمعوني يا رشاشة. خميس عليك يا رشاشة. مغروم بالطلاق. مغروم بالجولية. المرأة عندي كل برودة جمع وبدل. ترى حريف حلو يازر يا رشاشة. شعبلت انت؟ من يا حبيت نهبط حبل ونختف ولدي من صدار. ايوه وبعد خممت قلت نعمل مخطاف ونحلو وفضل نربطه في المخطاف طب ليه شوكولاتة ويشده ولا طلع مصطح ونفسع فيه الحاكم حاكم للمدامة بطفل ولدي وعجبني حبه فوقه. يا بابا تعرفش القانون انتي ولا شنوة؟ تعرفش طريقة المحزون واختطافه؟ فهمت لا فيها فصل وحيد ولا طلع في كاميونة طفل وطوربي ولا تحرش حتى جماعة يفكوه من نوم ويجيبهولك مشيت. ولو حتى ولدي ما ولو حتى ولدك تتشد مشيت من 3 شهور حتى العامل فازت الذومة. شبيك يا رشاشة يا أخويا تلعب القانون؟ ولا يا حلوة دي تجيب وتفل ندخل على خاطر الحبس. يا ودي شبيك محبولة؟ يبعدوا يبعدوا عندي مشكلة متى نمرة يعني أنا ما نجمش نعكيلك بالقدا الحكاية. في بالي بحكايتك يا مزور في بالي بيك. نعم مكرفاس 214 كل من يتولى ويحاول إسقاط حمل ظاهرة ومحتمل بوسيطة أطعمة مثلا يعطي المرأة جفال تشربه ولا تشرب الحنة على الخواه ولا فانت تلعب العبار وهي حبلة باش يديها طفول مشات برضا ولا مش برضا سانكو يبليس ملافت 10 ملايين اختية بالله والله شكلها يعطيك القنون.